اللاعب الذي كما ذكرت عن ثمان مباريات اليوم عنده ثلاثة أهداف. وكانسيلو يترك أرضية الملعب على ما هو وقت سلبي لكنه كريستيانو رونالدو لأنه الشغل العالم، لأنه النجم الكبير، لأنه الذي يقول في كل مناسبة لما انتهيت، بل على العكس من ذلك أنا تو ما بديت، هكذا يقول كريستيانو رونالدو. أرقامه المرعبة، أرقامه المذهلة، الكثيرون قالوا بأنه انطفى. Please like the video and subscribe my channel.